ازاي تقدر تخلق قدرك. المصطلح ده انا قلته كتير قوي قبل كده، خاصة في ايفنت عين اليقين، ولما نزلت الكلام عنه ناس كتير قوي بعتت لي ازاي نقدر نخلق قدرنا. القدر ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلقه. النهاردة هقول لكم والله على سر تحقيق اي هدف انت عايزه وترسم قدرك بايدك. حين أتوه أعلم أني غبت عنك، ومشيت وحدي في طريقي رحلتي، وحملت هم فوق قدر تحملي. وحين أذكرك تطيب نفسي وتهتدي، وتطمئن روحي بأنسك ترتوي. من عطش طال علي بغفلتي، اللهم ردني نفس مطمئنة في جنتك. في البداية خالص، يعني ايه فكرة تغيير القدر؟ ربنا سبحانه وتعالى بينزل الأقدار كلها متساوية لكل البشر، ولكن احنا اللي بنقدر ناخد منها فيما يتوافق مع اليقين جوانا. هقول لكم ازاي. بمثال بسيط خالص، فاكرين الامرأة اللي صرحت لسيدنا موسى وقالت له ادعوا لي ربك ان انجب طفل؟ ايه اللي حصل؟ رد عليها قالها اني كتبتها عقيم. لما سيدنا موسى راح لربنا رد عليه قال له ايه؟ اني كتبتها عقيم. راحت له تاني ادعوا لي ربك ان انجب طفل، قام رد عليها قالها ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى رد عليها قالها اني كتبتها عقيم. لما راحت له تالت مره رد عليها قالها ايه برضو؟ اني كتبتها عقيم. لحد لما هو ماشي سبحانه وتعالى ماشي في الاسواق، سيدنا موسى وشافها لقى معاها طفل، فلما راح سال ربنا، ربنا قال له ايه؟ كلما قلت عقيم قالت هي رحيم، فبلغت رحمتي قدري. القصه دي هي مش قصه عاديه ولا قصه، ده فيها عظه وعبره. الفكرة كلها ان هي كان عندها يقين وحسن ظن في ربنا ان هي هتوصل لده. والله العظيم بحسن ظنك في ربنا تقدر تغير قدرك كله، من فقر لغنى، من تعاسة وحزن وألم لسعادة وفرح ونعيم ما بعد نعيم. طيب، في خطوات مهمة قوي 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 انا اتكلمت فيها في ايفنت عين اليقين ده، يعني عايز اقول لكم اثر في كميه ناس لن تتخيلوا. الناس النهارده بتبعت لي والله بتدعي لي من قلبها، من كتر ما هي بقت بفضل ربنا تقدر تحول حياتها كلها. اول حاجه خالص، لما بيجي مثلا حد عندي او يقعد يقول لي مثلا عندي مشكله في كذا، او انا بدعي ربنا وما بيستجبليش، او عندي اهداف او عندي كذا، اسالهم سؤال واحد بس. في تمرين اسمه تمرين اكتشاف اليقين. من اساسيات التمرين ده اول حاجه، ايه اول حاجه جت في بالك لما سمعت كلمة ربنا؟ ناس كتير قوي ساعتها اللي جاوبت بقى ربنا حق، ربنا جميل، ربنا الحب، ربنا كذا، بس في ناس بتجاوب لا، ربنا اللي بيبتلينا، ربنا اللي بيعزمنا، ربنا اللي خلقنا في الدنيا مش عارفة ايه، ربنا اللي مقسم الدنيا دي ارزاق وناس عندها مش عارفة ايه واحنا عندنا ايه. على حسب اللي جواك، على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى هديك. فده تمرين، اقعدوا النهاردة وجاوب على السؤال ده، ايه اول حاجة جت في بالك او جت في بالك من اول ما سمعت كلمه ربنا؟ وابدا اكتبوا كل حاجه جت في بالكم باستفاضه، اعملوها كده زي ايه، قاعده مع النفس. لما هتطلع الحاجات دي كلها، الحاجات السلبيه لازم تتنفس من النفس، لان هي دي العقبه اللي جواكوا اللي منع اي تحقيق اهداف او اي استجابه الدعاء. يبقى دي رقم واحد، لازم نغير الصوره الذهنيه جوانا عن اليقين في ربنا. رقم اتنين، ودي مهمه جدا جدا جدا، لما تيجي تدعي دعوه أو تطلب من ربنا سبحانه وتعالى حاجة أو تحط هدف، حط الهدف كله ولكن ما ترسمش الطريق لربنا. معناه إيه بقى؟ ما ينفعش مثلا أن أنا أروح أقول لربنا النهاردة يا رب أنا عايزة مثلا أتجوز، أو عايزة أخلف، أو عايزة مثلا أحقق معايا فلوس مثلا كذا، بس أنا يا رب عايزاها بالطريقة دي والطريقة دي والطريقة دي. ده بقى اللي غلط. ليه؟ ما ينفعش نرسم الطريق لربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا من حيث لا يحتسب. اوعى تفتكر او اوعى تفتكري ان ربنا هيرزقك من طريق انت حطاه، انسي. هقولها تاني، ربنا سبحانه وتعالى ما بيديناش
من الطريق اللي انتوا حاطينه، وحطوا في دماغكم كده وشوفوا، هتلاقوكوا مثلا انت حاطط في شغل مثلا معين، فاكر ان الشغل ده ولا هيديك فلوس، فجاه تلاقي ربنا فتح لك باب رزق في ثانيه، جاب لك حاجه انت ما كنتش متخيلها، صح ولا لا؟ بس انت اسعى، او انت اسعي بس. فاوعى تفتكر انك انت هتحط السيناريو، ربنا سبحانه وتعالى بيكون عنده سيناريو تاني خالص، والله بيبقى احسن ألف مره من السيناريو اللي انت حاطه لنفسك او انت حاطاه لنفسك، لان ربنا اعلم بيك منك. رقم واحد ان انتوا يبقى عندكم يقين وتنسفوا اي حاجه بتنسف اليقين. رقم اتنين فكره ان انتوا ما ترسموش الطريق لربنا. رقم ثلاثة عدم الاستعجال. فكره عدم الاستعجال بتيجي من حد عنده يقين بجد. لو انت رحت النهارده مثلا مش اقول لك لرئيس دوله ولا لا، لحد انت بتثق فيه جدا جدا جدا، وقلت له انا عندي مشكله كبيره مثلا محتاج منك 50,000 جنيه، فرد عليك قال لك ايه؟ قال لك خلاص ماشي انا هديهم لك اكيد، بس انا هديهم لك بكره. احساسك هيكون عامل ازاي من النهارده لحد بكره مع ان الفلوس لسه ما جاتش؟ تحس نفسك مبسوط وسعيد وفرحان الفلوس جايه جايه. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اني مجيب، اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة ده. ربنا اسم المجيب. ايه اللي بيحصل بقى فينا؟ ان احنا من كتر ما احنا مستعجلين ومن كتر ما احنا مش مصدقين اللي بيحصل، ما بتحصلناش استجابة الدعاء. ليه بقى؟ لان انت ما عندكش ثقة في ربنا، مع ان ربنا قال انا مجيب. يعني مجرد لما اروح اقول له يا رب انا عايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا ونيتي منه كذا، طبعا انا اتكلمت عن النية كتير، مجرد عدم الاستعجال هو تأكيد لليقين اللي جواك في ربنا. في بقى حاجة مهمة قوي 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 في فكرة برضو الاستعجال. ربنا سبحانه وتعالى لما انت بتيجي تدعي دعوة زي ما قلت لكم هو أعلم بيك منك. ففي أوقات كتير أو ربنا بيأخر استجابة حاجة علشان عايز يخليك انت تتزكى. حتة مهمة جدا، النفس لما تذكرت في القرآن ربنا سبحانه وتعالى حطها في آية حصل فيها قسم كتير قوي قوي قوي، نفس وما سواها فألهمها إيه؟ فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأوقات كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقيك انت ما بتتطورش وبتتزكى وبتسعى في الدنيا وبتعمل حاجات إيجابية وبتبدأ تنطلق، إيه اللي يحصل؟ فبيديك حاجة سلبية زي تأخير دعوة، زي مثلا حاجة انت عايزها ما بتوصلهاش. ليه؟ عشان انت هتتضايق. فلما بتبدأ تتضايق إيه اللي يحصل؟ تلاقي نفسك بتنط وبتتعلم حاجة عشان تتزكى. وصلت الفكرة؟ فأنا دايما أقولها إن لم تلجأ إليه اختيارا لجأت إليه اضطرارا. يعني لو انت مش هتروح لربنا بمزاجك ربنا هيجيبك غصب عنك. طب وليه نستنى لما يحصل لنا حاجه؟ طب ما احنا نتزكى، لما احنا كل يوم ناخد خطوه في طريقنا، لازم نتعلم حاجه جديده، لازم نسعى، لازم نتطور، لازم كل يوم في حته كده بيني وبين ربنا اقدر ان انا اوصل لها او اقدر ان انا اعديها. دايما اقولها الله يكرمكم، احنا من غير ربنا ولا حاجه. تاني، احنا من غير ربنا ولا حاجه. كل يوم على الاقل، مش هقول لكم مثلا ساعه ساعتين، ربع ساعة نص ساعة بينك وبين ربنا، اقعد مع ربنا الفترة اللي هي قبل الفجر، قبل المغرب، في أي وقت. هقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة وأنت في طريقك. بصي للسماء كده وقعدي تتكلمي مع ربنا، يا رب أنت اللي أعلم بيا مني، يا رب اغفر لي على كنت زعلتك في حاجة، يا رب اعمل. اتكلم مع ربنا، لازم أعرف ده زي ما يكون أنت مسكت مثلا شاحن وشحنت بيه نفسك. مجرد ما بتبدأ تذكر ربنا إيه اللي بيحصل؟ فاذكروني أذكركم. يا ربنا بقى ذكره عظيم، هتلاقي بقى عندك ساعة، يعني مش هقولك ايه ساعة رزق بس، لا ساعة في النفس كده في سلام. انما بقى اللي بينسوا ربنا، نسوا الله فانساهم انفسهم، هتفضل تتخبط في الدنيا من المشكلة دي للمشكلة دي لحد ما في الاخر مش هتحضر ربنا، لان مفيش طريق زي طريق ربنا. حاجة مهمة قوي برضو، فكرة ان انت ترسم حياتك او ان انت توصل لكذا بعد ما تحط بقى اهدافك كلها وتحط يا رب انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، مهمه قوي 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 الكتابه. ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالورقه والقلم، نون والقلم وما يسطرون. علماء الغرب بيقولوا ان تحقيق اي حاجه انت عايزها او اي هدف بنسبه 50% من تحقيقه كتابته. اقعد النهارده اكتب كل اللي انت عايزه، بس في الاخر اكتب بقى كده، انا بعتبره حاجه اسمها ايه، عقد تفويض. يعني انا بعمله كده، بقول عقد تفويض بيني وبين ربنا، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. يا رب دي دعواتي وده طلباتي وده اللي انا عايزه كله، انا بفوض لك ومسلمه لك يا رب، درهالي. عارفين انت اللي هو انا داخل كده رافع ايديا الاثنين، يا رب انت هتهالي. ده برضو بينسب فكره ايه، ان انا ارسم لربنا الطريق. عايزه اقول لكم كل الخطوات دي بتعلي اليقين جدا. وفي برضو زي ما قلت لكم تمرين اسمه تمرين اكتشاف اليقين، ده عباره عن اسئله كتير قوي تقدر تغير بيها كل اللي جواك
وتظبط الصورة الذهنية اللي جواك عن ربنا، لأن اللي مع ربنا والله عايش في جنة ما بعدها جنة. كل الكلام ده موجود في ايفنت عين اليقين، لو حابين تاخدوه هتلاقيه موجود على موقع الاكاديميه. والفكره كلها كمان ان في خصم الفتره دي مهم جدا جدا جدا، الخصم ده كبير علشان احنا داخلين على اجمل ايام السنه. انا بعتبر ان رمضان وبعديه على طول موضوع العشر الاوائل من ذي الحجه وفكره الحج ويوم عرفه في دعوه لا ترد، وفعلا تقدر تغير قدرك كله طول ما انت معاك ربنا. نفسي في خفا فكيف أشقى وأنا الذي من قدره مهما شكرته فعاجز أنا عن شكره. وحين أذكرك تطيب نفسي وتهتدي وتطمئن روحي بأنسك ترتوي من عطش طال علي بغفلتي.